انت بتعرف انه نيفين كانت تشتغل عندي؟ يا ريت تقول لي شنو سبب الزياره. حديث من رجال لرجال. بس ما اعتقد اكو شيء نقدر نحكي بيه. بلا، وحديث كثير مهم، كثير. اختصر رامي، انا بحب نيفين، وكان بدنا نتجوز قبل ما انتو تتجوزوا بتعرف. رامي، نيفين مرتي، ما اسمح لك تتخطى حدودك اذا امكن. انا بعرف الاتفاق اللي بيناتكم. اطلع برا. وهي وعدتنا انه انتو بس تطلقوا رح تكون لالي. هي وعدتك؟ ايه، مش مصدق بدي اقول لها. اسألها. واني وعدك راح اسألها اذا امكن. انت استغلت انسانه فقيره واستغلت مرض بيا لحتى تجبرها تتجوزك وتجيب لك ولد، بس يكون بعلمك انا ناطر اللحظه اللي رح طلق فيها لحتى اتجوزها. رامي، نيفين مرتي واني ما راح اطلقها. زين، انت لا تقربت من عندها يا ويلك مني. في كثير عالم بفكروا قادرين يشتروا الناس بمصرياتهم. اطلع برا لا تخليني اسوي شيء اندب عليه. عمول بدك ايه؟ اطلع بالامن اذا بدك، بس انا مش فلي من هون غير ما اقول اللي بدي اياه. وبدك تسمع، بكره بس تزهق مني فين وتكب برات البيت ما رح تلاقي حدا غيري حتى، وما رح اتركها. ها؟ ما رح اتركها. قلت لك نيفين مرتي، ويا ويلك اذا تتقرب من عندها. اطلع برا. الايام بيناتنا اصلا يا خالد، بيناتنا.